تقفل تماما الملف بتاع اكتفاء الذاتي من الاغذيه. يمكن هيتبقى ليك بعض السلع الاستراتيجيه زي الزيت وزي القمح هيكون فيهم استيراد من الخارج، ولكن الامور حتى الان بتنذر ان هيكون في نوع من الاستقرار بالنسبه لاسعارهم. الرز كمان نسبه قليله، العمليات اللي تمت بالنسبه للرز كويس ان حضرتك ذكرته. لا العمليات اللي انت ذكرتها النهارده في الرز وعمليات التخزين اللي تمت من البعض لمحاوله رفع السعر بتاعه، مصر واجهتها بعمليه استيراد من الخارج وفتح الاستيراد بالنسبه ليه. سكر النهارده انت بتدرس وضع السوق المصري وحجم المنتجات عشان تقدر تحسب اذا كنت هتفتح حجم استيراد من الخارج ام هتستمر في الوضع المحلي عشان تحافظ على مستويات الاسعار. ده امر من الامور المهمه. الادويه انت النهارده مركز عليها بشكل سريع، وبالذات منتجات البان الاطفال وما غير ذلك. بتحاول انك تركز بشكل واسع النطاق على فكره الاكتفاء الذاتي من الدواجن ومن اللحوم.